ضياء، نهارك طيب. مرحبا نبيلة، تحياتي لك ولكل مستمعي الإذاعة الوطنية، إن شاء الله نهارك أطيب. دونك في البرلمان اليوم ثم جلسة عامة ينتظروا فيها آلاف المواطنين بعد ماراثون طويل من أخذ ورد. احنا وسائل الإعلام ديجا تحدثنا برشا على الفصل 411 وإلغاء العقوبة السجنية في قضايا الشيك دون رصيد. باش نكونوا دقيقين أكثر نبيلة، باش هو دونك مشروع تنقيح في زوز أجزاء. الجزء الأول هو مشروع قانون عدد 51 لسنة 2024 متعلق بتنقيح الفصل 411 من المجال التجارية، أي العقوبة السجنية ومراحل التتبع والمحاكمة. والجزء الثاني هو مشروع قانون عدد 60 لسنة 2024 وفيه تنقيح الفصل 410 412 732 والعدد من الفصول في 411 فقرات. دونك وفيه تسوية الوضعيات السابقة، الناس اللي ديجا محكوم عليها بالحبس، الناس اللي هربة من تونس، بالإضافة إلى جملة من الإصلاحات التجارية من بينها مثلا صلاحيات البنوك، الممارسات البنكية. واليوم نحب نعرف شنو جديد من لجنة التشريع العام. لازم التشريع العام هذه وفي تقريرها النهائي اللي باش تقراها اليوم تحديدا بعد ربع ساعة باش تبدا الجلسة. دونك تم عقد سلسلة من الاستماعات من جهة الجهة المبادرة، خاصة رئاسة الحكومة، وزارة المالية، وزارة العدل، البنك المركزي، هيئة المحامين، نقابة القضاة، جي بي كا، كونكت، اتحاد المؤسسات الصغرى والمتوسطة، المجلس البنكي والمالي، عضو المنافسين وغيرها من الأطراف الأخرى خاطر لسه باش تطول. دونك بجنبي مقرر لجنة التشريع العام سي ظافر الصغيري. صباح النور سي ظافر، كيف الحال؟ صباح النور سيدي، شكرا على الاستضافه. الف شكر. ديجا انت بعد ربع ساعه انت اللي باش تقرا التقرير، تفرجوا فيك ان شاء الله في القناه الوطنيه الثانيه وفي شان يوتيوب نتاع المجلس. دونك ملاحظه معروضه في تقرير اللجنه باش نعرفوا معناتها بالارقام نبيله، الى حدود 11 افريل 2024 عدد المدعين في السجون التونسيه بسبب قضايا الشيك دون رصيد وصلت 496 شخص، وهذا موجود في التقرير النهائي لجنه التشريع العام، والتقرير موجود في السيت نتاع المجلس. كيف قيمة الدفعات بالنسبة للبلاد التونسية إلى حدود سنة 2022 في الصفحة السابعة من تقرير اللجنة؟ عدد الشيكات المعروض على الخلاص بلغ في 2022 25,300,000 شيك بمبلغ قدره 118,000,000,000 دينار فاصل أربعة، وقدها رجعوا منها 400,000 شيك، أي وقيمتهم 2,900,000,000 دينار. بالنسبة للملفات المتعلقة بجرائم الشيك دون رصيد وصلت الى 114,603. دونك سي ظافر غو بونجور من جديد، كيفاش باش تولي باختصار معناتها كيفاش تولي قانون الشيكات من نعتقد ان اليوم هو يوم تاريخي، وان شاء الله يا ربي بعد ما يتم التصويت معناها على مشروع القانون بعد التنقيحات اللي احنا باش نعرضوها في الجلسه العامه، ان شاء الله باش يكون مشروع جديد يهدم البنيه القديمه البالية والخايبة واللي وصلتنا معناها إشكاليات كبيرة في طريقة التعامل بالشيك. البنية جديدة وسيستم جديد للتعامل بالشيك. في البنية هذه يعطيني مثلا البريميريتاج كما نقول، تسويت الوضعيات كيفاش تصير؟ لا، إذا كان مش نحكيه على البنية جديدة، هي باش نبدأ بعد 6 أشهر من صدور معناها القانون هذا لتجهيز المنصة الإلكترونية اللي باش تمكن التوانسة من أنهم يثبتوا من رصيد الشيكات قبل ما ياخذوهم، وهذا الحقيقه باش يقطع مع وينقص برشا معناها من كميه اصدارات الشيك بدون رصيد. لحظه، معلومه حصريه هذه خاطر دونك بعد 6 أشهر باش تكون حاضره المنصه الالكترونيه اللي باش ينجم يثبت منها المواطن الشيك هذاك فيه سولد ولا بالضبط. وحاجه اخرى، راهو اليوم معناها في الجديد ما عادش فما تجريم للشيكات اللي قيمتها 5000 دينار واقل، ما عادش مجرمين جمله معناها لا حبس لا خطيه لا حتى شيء. دونك الشيكات اللي 5000 دينار فما اقل راهي ما عادش مجرمه، ماهيش باش تكون مجرمه في القانون التونسي. ما فماش فيها عقوبه جمله ولا ما ما فيها حتى عقوبه، هي انه ما فيهاش عقوبه جزائيه، ما فيهاش حبس ولا شيء، لكن فيها انه صاحب الشيك هذا ينجم يتظلم المحكمه لكن مدنيا مش جزائيا. 4 ملايين و999 5 ملايين نعطي 5 ملايين، ما فيهاش عقوبه تحت 5 ملايين، فوق 5 ملايين فما عقوبه، فما عقوبه فيها السجن. فيها السجن. اي دونك خذيت انا مثلا شيك تويك الشهر هذا، نمشي بالمنظومه القديمه ولا جديد؟ لا، بعد ما يصدر القانون اكيد ما زلنا في المنظومه معناها القديمه نتاع الشيكات. المنظومه الجديده باش تبدا بعد 6 أشهر من وقت اللي تبدا المنصه الالكترونيه، باش تبدا في المنظومه الجديده. لكن حاليا اللي اتفقنا عليه في الفتره الانتقاليه هذه بين منظومه الشيكات القديمه والمنظومه الجديده، باش يتم تطبيق طرق التسويه الجديده، اللي هي راهو ما عادش فما المصاريف هذيك نتاع البريافي والسي ام بي وعدول المنافذين. كيف يرجع الشيك البنك مش تعطيك 7 أيام حتى معناها ريكونستروير معناها الكوفيزيون، واذا كان ما صارتش ترجع الشيك للسيد اللي جاء صبوه في البنك وتقول له امشي
معناها تفهم انت واللي اعطاك معناها الشيك هذاك ما عادش تتعدى جزائيا مباشرة كما كانت قبل. المستفيد احنا توا في المنظومة جديدة ما تنجم تشكي بالشيك كان فوق 5 ملايين، لكن في انتظار انه نبدأه في المنظومة جديدة بعد 6 اشهر حاليا راهو معناها باش نستعملوا طرق جديدة في تسوية وضعيات الشيكات، معناها في الست من اللي يصدر القانون حتى اللي تبدا المنصة الإلكترونية كل الشيكات باش يتم تسويتها بالوضعية الجديدة. بعد ما تبدا المنصة الجديدة الشيكات هي فقط الشيكات اللي فوق 5000 دينار هي اللي باش يصير فيها الشيء. بين الدائن والمديون معناتها كما نقولوا طرق التسوية تم تسوية طرق. دونك احنا عندنا البنيه جديده، عندنا طريقه التعامل بالشيك جديد اللي فيه زاده تخطيط للشيك. الشيك اليوم ما عادش راهو مطيب هكاك تكتب فيه المونطون اللي تحب انت، البنكه باش تحدد لي مونطون اللي ينجم كل واحد حسب الملاءه الماليه نتاعو حسب الاسيس فينانسيير ينجم يكتب شيك. مش تلقى معناها كارن شيك كل اوراق مثلا تاع 400 دينار ولا 500، واذا كانوا تاجر وكل شيء نجم الشيك الماكسيموم نتاعو يكون 30,000 دينار ورقه الشيك الوحيده معناها. توا طرق التسويه القديمه اللي هي المعضله معناها الكبيره، فما 3 طرق للتسويه في مشروع القانون قبل التنقيحات، راه ينجم يكون مشاهد اللي مش يتم المصادقه عليه، لكن هذا المشروع اللي خرجنا فيه من لجنه التشريع العام فما 3 طرق اللي هو ينجم اذا كان ينجم يتفاهم مع المستفيد معناها يعملوا بيناتهم حجه عادله. الحجه العادله هو عند عدل الاشهاد، عند عدل الاشهاد يحطوا طرق التسويه بيناتهم، مثلا اذا كان يحب منه مونطون اكس يتفاهموا مثلا انه هو باش يقسطه ويلقى حلول، وبعد ما يعمل الحجه العادله هذه يصبها بكتابه المحكمه، اللي في الحبس راهو يخرج والهارب ينجم يرجع، معناها يصير فيها ايقاف تتبعات كامل. الطريقه الثانيه هو انه اذا كان المستفيد رافض انه هو يسوي معك انت بطريق بوحدك باش تمشي للعدل معناها الشهاد وتعمل الحجه العادله هذه وتقول فيها انه معناها تنجم لا تعطي مبلغ نتاع 20% وتقسط البقيه او تدفعهم بعد نهايه 3 سنوات. الطريقه الثالثه خاطر نعرفوا زاد ان العباد ما عندهاش معناها فلوس راهو تنجم كيف تعمل حجه عادله للمستفيد هذا وفيها التزام انه انت بعد عام باش تخلص 35% من الشيك وتكمل المونطون كامل بعد عامين. احنا اللي موجود هذه باش نحاولوا في الجلسه العامه ان نزيدوا نغيروا فيه ونزيدوا نسهلوا الحقيقه في الاجراءات. اكيد اكيد جلسه سيد نفسه فهم برشا مقترحات من النواب باش يزيدوا نبسطوا معناها في الاجراءات ونزيدوا في المهله معناها اللي باش نعطيوها للناس، لان الناس متعثره معناها في النهايه ولينا اللي عام معناها مده الحقيقه غير كافيه، وكيف نحاولوا نقصوا شويه في هالمونطون هذايا الاولاني نتاع 35% اللي راهو اللي مونطون كيف هو مشط. فهم حاجات اخرى باش نحاولوا معناها ان ندمجوها في الجلسه العامه، هو ان نحاولوا نحيوا التصنيف البنكي، لان الناس هذه اذا كانت تخرج غادي تنصنف في البنوك ما تنجمش تاخذ قروض وكل شيء. فما كيف موضوع تحجير السفر زاد اللي باش نحاولوا زاد نلقاو في حل، لان اليوم انت هو ديجا مطلع من برا مازال الحقيقه ما نحبش نصادر حق زملائي معناها في التنقيحات معناها اللي اليوم، لكن ندعو الناس انها تتابع الجلسه العامه، واكيد انه فيها معناها تنقيحات كلها راهو لصالح اقتصاد التونسي ولصالح واضح اقتصاد. انا باش نختصر لك، انا ديجا قريت مشروع القانون وقريت شنو جديد اللي فيه. دونك تمت مراجعه العقوبه السجنيه والماليه في اتجاه التخفيف، تم تنصيص على امكانيه استبدال العقوبه السجنيه بعقوبه بديله، تم تجريم تسليم الشيك على وجه الضمان، للاشاره فما بعض المؤسسات هي مازال تجبر تسويك مواطنيه ان تقول اعطيني شيكات ومن بعد خلص في عقلك. دونك هذه جرم القانون، هذه ان شاء الله مفهوم جرم القانون. دونك اقرار وجوب ضم العقوبات المحكوم بها بنفس الجلسه، مراجعه العقوبه السجنيه المحكوم عليها من مختلف المحاكم، توسيع نطاق اجراءات التسويه ليشمل بالاضافه الى مرحله التتبع والمحاكمه ومرحله تنفيذ العقاب. ايضا في الجزء الثاني تدعيم الواجبات المحمول على المصرف ومسؤوليه البنوك، اقرار صيغه جديده للشيك وتثقيفه كما كنت حكينا في ظفر، وارساء منصه الكترونيه للتعامل بالشيك وقلت لنا بعد 6 شهور باش تكون حاضره، والغاء تجريم اصدار الشيك دون رصيد ضمن مبلغ يساوي او يقل عن 5000 دينار، كيف اقرار عدم امكانيه اناره التتبعات الجزائيه الا بناء على شيكات المستفيد، لازم اللي يعطي المستفيد هو اللي معناتها يشكي، وادراج الصلح بالوساطه بخصوص جرائم اصدار الشيك دون وسيط، ايضا توسيع نطاق التسويه اللي تشمل مرحله تنفيذ العقاب بالاضافه الى مرحله التتبع والمحاكمه، هذا من خلال تحسين الممارسات المصرفيه، تدعيم الوظيفه الاقتصاديه والاجتماعيه للمؤسسات البنكيه، وتسويه وضعيه المحكوم عليه او من كان محل تتبع قضائي من اجل جريمه اصدار شيك دون رصيد. احنا تويكا في 30 جويليا، 31 جويليا هو اخر نهار في البرلمان يخدم
عندهم سمع عطلة قضائية عندكم لازمكم اليوم ولا غدوة تكملوا القانون هذا؟ أي العطلة البرلمانية 1 أوت احنا واليوم عندنا 4 مشاريع قوانين أربع مشاريع قوانين دونك عندنا مشروع هذا لعدد 60 معناها لكن عندنا زيادة 2 قروض وعندنا كيف كيف مشروع هام جدا اللي هو الأمومة عطلة الأمومة زيادة كيف كيف هذوم كلهم المجلس باش ينظر فيهم في النهارين في النهارين هذوم كملوه 48 ساعة إن شاء الله إن شاء الله نكملوهم نسعوا عندنا رواحنا المشروع سيتو مشروع شيكات جاء مخر برشا كما نعرف نهار 11 جويليا معناها وصل للمجلس وفيه استعجال نظر والمشروع طويل برشا وفيه برشا تركيز واحنا ديجا في اللجنه معناها خدمنا حتى للفجر معناها كل يوم باش نجموا نكملوا معناها المشروع هذا. شكون من جهه المبادره حاضر باش يناقشكم في المقترحات في اليوم؟ السيده وزيره العدل. وزيره العدل باش تكون حاضره في الجلسه اليوم. اكيد اكيد. واضح سيدي شكرا لك على المعطيات هذه. شكرا لكم. يعطيك الصحة على كل هذه المعطيات. جلسة عامة مهمة جدا بالبرلمان للنظر في تنقيح بعض أحكام المجلة التجارية والعديد أكيد من مستمعينا ينتظروا في الجلسة هذه ومخرجاتها إضافة لمواضيع أخرى مش يتم تناولها 4 مواضيع في الجلسة متاع اليوم وغدوة وبعد يدخلوا النواب في عطلة برلمانية. نحن وصلنا لنهاية لقانا. نشكر الفريق الكل اللي كان معايا. تحية توصلكم من رانيا بوتوريا في رئاسة التحرير ونبيل عبيد. تقولكم يوم سعيد مستمعينا الكل. غدوة يكون معاكم حبيب شغام ومن بعد غدوة نرجع نتقابلوا من 6 لـ 9 على نفس الموجات موجات أم الإذاعات الإذاعة الوطنية التونسية. دمتوا بخير في لمان وبسلامة. البرمجة